احنا دلوقتي هنحتاج زيت وزبده. انا بحط الزبده دي في اي حاجه بيبقى فيها صوص ابيض، بيبقى مفضل لينا ان احنا نحط زبده يكون كمان نوعها كويس جدا. وبعدين نحط عليها شويه زيت عشان ما تتحرقش. عندنا بصل، ثوم، فلفل الوان نبقى مقطعينه صغير، ده بيدي نكهه للسي فود حلوه جدا، بتسكره كده. بهارات، انا ما بحبش ازود البهارات كتير عشان بحب احس بطعم الاكل، سواء فراخ، لحمه، يبقى الطعم الاصلي بتاع الاكل نفسه باين، احس بطعم الفراخ، اللحمه، السمك. أيوه. البهارات الكتير بتقلب كانك تاكل كيس شيبسي، مش بتاكل اكل حلو. والمرقه دي اختياري، بس كل مطاعم السمك بتحط مرقه في الباستا سي فود. معلقه من الدقيق كبيره، وعايزه كوبايه لبن او بنزود لو احتاجنا. وعندي هنا برضو كوبايه كريمه لباني، وانا كمان بحب ازودها، بس يعني دي حاجه اوبشنال، يعني ممكن تستغنوا عن الزياده عشان الصوص نفسه، او بحب الصوص كده يبقى متغرق كده. وجبنه موتزاريلا دي مهمه جدا برضو عشان تبقى متغرقه في الصوص. اكتر حاجه انا بحبها في الاكل عامه الجبنه الموتزاريلا. والبهارات فيها ايه؟ ملح البهارات بقى مش هنحتاج حاجه غير ملح وكمون، وممكن احط رشه كزبره، والكزبره بتبقى حلوه جدا برضو مع السي فود. وممكن فلفل اسود مثلا، نحط رشه فلفل اسود بس كده. يلا بينا حاجه، اي حاجه يلا بينا. يعني الاكل مش نظري، الاكل عملي. يلا بينا. حط لي كمان الطبق بتاع الجمبري وال انا جايه لك بالايه، بالجلافز ومستنيه. احنا قلنا ده الجمبري والسبيط ولا سيب الكلاماري؟ لا لا، بص ده جمبري وكالماري. الجمبري والسبيط، يعني عايز اعرف الفرق بين الكالماري والسبيط، لان هم قريبين تقريبا من بعض. هو جمبري مستهبل بيسموه كده ولا ده اجنبي وده مصري؟ لا، هما الاثنين من نفس الفصيله في السمك اللي هو اسمه سمك المحار. لكن ده بص هقول لك، ده بص السمك بتاعه رفيع ازاي. بص ده سمكه. مين فيهم بقى الكالماري ومين فيهم ده الكالماري؟ ده بيبقى عامل زي البتنجان الابيض، هو نفس البتنجان الابيض بالظبط، رفيع صغير. فما بنقطعه بيبقى شبه الاونيون رينجز كده، اللي هو دوائر كده، بيبقى شكله حلو. وده بقى ده بيبقى ده السبيط. بص ده بيبقى اتخن، فده مثلا ده بيستخدموه في الحشو، بيحشوه ساعات رز وجمبري وحشوات كده. المهم حطينا دلوقتي الحله، حط بقى عندنا قطعه زبده وشويه من الزيت. انا ريقي بدا يجري في اول لسه بنقول يا هادي، يعني انا مش فاهم. انت حطيتي الزيت ليه؟ قولي لي بقى كده يا مي. حطيت الزيت عشان لو ما حطيناش الزيت الزبده هتروح متحمره مننا ولونها اسود، باظت الاكله مننا. او طبعا احنا محتاجين الصوص بتاعنا ابيض، فما ينفعش طبعا ان الزبده بتاعتنا تبوظ. تمام، لونها يغير. دلوقتي هنزل البصل بتاعي. بصوا هي أكلة سريعة جدا جدا، يعني رغم ان هي طعمها رهيب مكوناتها كتير، بس هي لا هي مكوناتها مش كتير برضو، مش يعني بصوا هو بصل وثوم وفلفل الوان بس، يعني دي بس مين تعملها بثوم بس يا مي؟ بصي الالفريدو الحاجة الوحيدة اللي بتعمل بثوم بس، وانا برضو ستيل ما بحبهاش، وكلتها في كذا بلد طعمها سخيف بالثوم بس. بتحبي تحطي انت بصل مع ثوم؟ يظبط الطعم شويه. ده عن تجربه بجد، البصل بيدي واللي بيستغنى عن البصل اللي هو الفريش بيحط بصل باودر. بس ان احنا نستغنى عنه خالص دي مش حاسه، ما بيديش النكهه الرهيبه. شامين الريحه؟ شم حبيبتي شم. انا خلاص انا قاعد دلوقتي مش قادر طيب وبعد كده بعد البصل والثوم هتحطي ايه؟ هنزل الاول بصوا انا فضيت الحله كده، وابتدي انزل، يعني عايزه انزل الجمبري والكاليماري على الحله على طول، ياخدوا برده لون كده حلو، بياخدوا لون اللي هو الجولد او الذهبي. أيوة شويه كده. صح بالظبط كده. لا فاهم، انا برده شاطر على فكره، خدي بالك يا سيدي. طبعا تهرينا مكرونه يعني. ورز بعد كده هتعملي ايه؟ الفلفل. بس لازم نقلب الاول تقليبه كده. طب سيبيني انا اقلب. بصي بقى، يعني انا بقلب برضو وبعمل اي حاجه، فلو حوشت اي حاجه انا موجود. بصي حسن جايبينه هنا قسم تقليب. لا وخصوصا في السي فود بالنسبه لي انا دي حاجه عشقي، فانا الله يا حسن انت مش متخيل والله. هو فين المساكه يا جماعه عشان بتاع السخن؟ انا مساكه. مهم جدا بقى متابعه التقليب في الاكله دي، عشان هي هنقلبها وخلاص كده اصلا. قلبيها بس تقليبه كده. هتحطي ايه بقى بعديها؟ هحط الفلفل الالوان بس دي كمان. بقول لك يا ياسمين، تشويحه كمان. ياسمين بما اني يعني شاطر في التقليب، ما خلينا نقلب وتعالي ساعديها في اي حاجه ثانيه. انسى بسرعه بسرعه بسرعه، انسى انا وقفت خلاص. بسرعه لو سمحتي، انسى انا عايز اقلب والله. انسى الشيف لما بيخش، انسى خلاص. الريحه طالعه يا جماعه، انتوا مش فاهمين حاجه. ايوه عشان صايم بس يا حسن، معلش يعني عشان تعرف احنا بنعاني الستات يا جماعه في المطبخ فعلا في رمضان. بنبقى شامين بقى الريحه دي يا حسن على طول. دي حقيقه، الموضوع صعب على فكره يا جماعه، يعني بصراحه لكل الرجاله، يعني هم بيقفوا طول اليوم في الصيام
الريحه لوحدها بتخليك خلاص انت مش قادر. انا فعلا واقف دلوقتي الريحه مجنناني الصراحه. دلوقتي بقى هنزل البهارات بتاعتي. عارفه الكمون ده احلى حاجه، هو تدي للطعم السمك كمون. هو الكمون بيضيع الزفاره فعلا. بص هو مش بيضيع الزفاره، مش يعني بيضيع الزفاره هقول لك عليه دلوقتي، بس بيدي نكهه وريحه للسمك. السمك من غير كمون ما ينفعش. طب بصي تاني، حطيت المرقه، المرقه وحطيتي البهارات وملح طبعا البن او ملح وفلفل اسود والكزبره برده بتدي طعم حلو قوي في السي فود. تمام تمام. انا سيبهم بقى كده شويه. اوكي مش شويه كتير يعني، اللي هو بالكتير قوي 3 دقايق كده. طيب طب احنا ممكن نخلي دي كده بدل ما نتلسع تبقى جاهزه لنا بالظبط كده. بس ودي هنا هنخش على المكرونه صح ولا لسه؟ لا ما هي بص المكرونه اوريدي مسلوقه. اه ده انا خلاص هلاقيها وما نسلقهاش للاخر قوي عشان تبقى عامله زي المكرونات اللي بتاكلها في الاوتيلات. طيب احنا نفكر معانا المقادير يا جماعه على الشاشه. احنا نفكركم تاني بالمقادير: مكرونه مسلوقه، نص كيلو فواكه بحر، بصله كبيره، 5 فصوص ثوم مفروم، فلفل احمر اصفر اخضر متقطع، كرفس، كرات صح كده؟ صح كده. معلقه دقيق كبيره، ملعقه باللغه العربيه، كوباية لبن كبيرة، كوباية ونص كريمة لباني، ممكن نزود والبهارات ملح وفلفل وكمون يزودوها في الصوص. عايزينه لو عايزين جوسي قوي فنزود الكريمة اللباني. في ناس كده تحب ده غرقان كده في الكريمة. أيوة. الله بقى متبهدلة كده. سلام. أنا عارفة حسن أنت جاية هنا فقرة المطبخ بالنسبة لك على قلبك زي العسل. والله العظيم فعلا قاعد بتاكل على الجاهز. يعني مستني بس بعد رمضان عشان فقرة المطبخ تبقى كده من غير صيام. بس طيب جاية لك يعني بلقط ومبهدل كل يعني. بصي خلصت لك الأكل. عايزه اقول لكم على الحاجات اللي ما تخليش السي فود بتاعتنا تبقى زفره. اولا غسيل السي فود لازم يبقى مغسول كويس جدا جدا جدا. ازاي؟ بتنقعيه في حاجه ولا ميه بس؟ النقع السي فود بالذات الجمبري بيهريه. يعني بالذات بقى في ناس تقول لك خل وليمون وملح. وبعدين الجمبري ليه عمود فقري كده؟ ده لازم يتشال. بيتشال بطريقه معينه صح؟ ولازم يتشال بفن، لان هو لو اتفتح مثلا الظهر كده وشلتيه من فوق هتلاقيه اتقطع من النص وما طلعش معاكي كله. صح. انت لازم تفتحي من النص وبحنكه وبالراحه وبطوله بال تروحي مطلعه بالراحه جدا وتلاقيها. لا دي لعبتي عمليه دكتوره. والله, والله دكتوره يا جماعه انتوا دكاتره فعلا. دي حاجه بنشيل لازم الظهر. تاني حاجه بننضفه كويس قوي بس ما بننقعهوش عشان ما يتهريش. يعني النقع في السي فود بيهريه وبيغير طعمه اصلا وبيغير لونه كمان من قبل ما نبتدي، ما يبقاش اللون الحلو الفريش ده. تالت حاجه السي فود الكرفس بيودي زفرته، الكرات بيودي زفرته. في حاجه بتودي زفرته بس انا بحس ان هي عملت لي مراره، المستكه في السمك واحده يعني. انا كنت اجربها اسمع في اللحمه. لا وبصي لما نيجي نسلق اللحمه بنحط واحده كده، دي جديده حلوه ده. بصي كان شاف قايل لي عليها. بس انا جربتها ما عجبتنيش، بس هي فعلا بتودي الزفاره بس بتعمل طعم. بتعمل طعم يعني. انا بالنسبه لي الكرات والكرفس بجد وغسيل السي فود كويس جدا، وان ان احنا كمان ما ننزلش السي فود في ميه. مهم نبقى مصفينه كويس جدا. دي حاجه مهمه عشان الميه لو بتبقى واخده طعم الجمبري والسمك هو ني ونروح منزلينه في الحله. طب انا دلوقتي لو عايز اعمل مثلا رز بالجمبري، انا فكرت ان انا عايز اعمل رز بالجمبري فانزل. ايه الفرق بقى في لقطه مهمه جدا. هو ده بالظبط، شايف المرحله اللي احنا وصلنا لها دي؟ لو عايز اعمل رز بالجمبري هي نفس المرحله اللي احنا فيها دي، بس الفرق ان احنا لو هنعمله رز صياديه هنبقى محمرين البصله قوي. يعني لو عايزه صياديه اللي هو لونه بني، لو لونه بني عايزه بني قوي زي المطاعم هتخلي البصلايه لونها بني قوي. تمام. عايزه بيج هتخلي البصلايه لونها بيج. البصله هي اللي متحكمه في اللون. في اللون. طب عايزه اصفر يبقى هتخلي البصله تبقى ذهبي بس كده اللي هو تتبل عشان ما تقرمش. كركم لو عايزينه اصفر. ما هو بالكركم وممكن ترشي رشه كاري يعني بتدي نكهه طبعا لطيفه. طب انا بلاقي مثلا سي هعمل زي ما بقول لك رز بالجمبري، في جمبري في السوق بيبقى لونه اسمر شويه وفي جمبري احمر وفي جمبري الحاجات بقى الفرق بين. بس ما هو للاسف انا عاجبني ثقافتك في الجمبري. والله العظيم يا جماعه انا بتبهرني بعشقه يعني. كل حلقه بتبهرني عن اللي قبلها. صح. هنزل كوبايه معلقه الدقيق. عشان بس واحنا بنتكلم كده الحاجه اللي الناس كلها يعني ناس كتير جدا مش عارفاها، ان الجمبري والسمك كل الاسماك ليها موسم. يعني مش دايما طول السنه السمك عندنا فريش. تمام. فلازم نبقى عارفين المواعيد بتاعه السمك الفريش عشان نجيبه في الوقت الصح يعني.
تمام. طب احنا يعني نقول بسرعه كده احنا عملنا ايه؟ حطينا زبده وشويه زيت وبعدين حطينا البصل شوحناه شويه ثوم وبعدين ايه بقى الفلفل الجمبري الاول بنتكلم يعني ولو حد عايز يحط اي حاجه تانية بيحطها في المرحله دي برده في المرحله اللي احنا حطينا فيها الجمبري والكابوريا بقى اي حاجه بالزبط. من الحاجات التانية دي بس انا برده ما بفضلش الكابوريا هنا عشان مهما عملت بحسها تنزل زفاره والله الكابوريا اصعب شويه في الريحه نبتدي ننزل اللبن المرحله دي اللي هيتلخبط فيها كانك بتعملي بشاميل كانك يعني احنا يعني حبه اللبن مش كله مره واحده صح ونفضل نقلب فيه كده زي ما بتعملي البشاميل بالظبط لحد ما تحسي ان هو هيبتدي يتقل معاكي طب هقول لك على حاجه برده يا ماجد لو ما تقلش نزوده بمعلقه دقيق بصي كده كده هيتقل بس هو ممكن ياخد وقت معاكي فهيدي السمك سوى زياده فهيبقى سخيف فانت لو فعلا ما تقلش منك على طول يبقى ممكن تزودي معلقه دقيق احنا اللون بدا يتغير صح خلاص احنا كده نزلنا كوبايه اللبن هنقعد نقلب المفروض النار بس تبقى اعلى من كده شويه ما كده انا منهار يعني انت خلياني منهار دلوقتي خلاص جبت الرزق صعبه التتبيله بتاعت دي مية ايه بصي دي الدقه يعني ده سي فود جريل هنعمله لسه صح؟ اسمه سي فود جريل انا شامه ريحه هنا فظيعه بعدين في فلفل صح اللي انا بقوله ده؟ في فلفل بصي دي صراحه يا جماعه حاميه جدا انا والله حاولت احط فلفل رومي وكده بس هي برده يعني حطيت اقرب واحد بس حامي طلعت قولي لي انت عامله ده ايه بقى؟ بصي ده ثوم وفلفل وملح وكمون وليمون بس تمام بس دي الدقه السويسه والاسكندرانيه تقريبا بيعملوا 90% من اكلهم بيها بتدي السي فود طعم طبعا مختلف طعم رهيب احنا حاطين اصلا من هنا جمبري وسبيط بصي ليه انا حطيت الجمبري والسبيط مع بعض بس عشان هما بيستووا على طول ولو خدوا وقت زياده يجلدوا على طول يعني دي كريمه اللبان حطيت دلوقتي الكريمه وخلاص هي كده خلصت في بقى تو اوبشنز يا اما نحط دلوقتي نص الجبنه الموتزاريلا هنا في الصوص والنص الثاني على الوش بعد ما نحط على الطبق يا اما نحط كله على الوش وانا بفضل يبقى كله على الوش في السي فود يعني في اللحمه وفي الفراخ بحط هنا وهنا تسيح لوحدها بقى على الاكل وهو سخن صح؟ بالظبط كده هنوريهم برضه والله العظيم عذاب نفسي بامانه في رمضان يعني لا احنا صايمين يعني يا مي يعني الموضوع صعب قوي لا وريحه فعلا تجنن شو المكرونه بقى قولي لي هاتي بتحبي الحراق يا ياسمين؟ لا ما انا هقول لك انا بعد الفقره دي هقول لك انا ما كنتش بحبها خالص بس فجاه كده لقيت نفسي لازم مع الاكل يعني يبقى معايا فلفله زي دي بس دي ممكن تقعد معايا مثلا 3 4 ايام مثلا ان في بنات ما تحبش الرجاله عارف اللي هو ما بحبش الراجل اللي في حقيقه لان هي بتبقى بتاكل شطه وعادي جدا وعارف الهريسه بتاعت الشطه دي وتقوم واكلاها وتلاقيها لا انا بحب الشطه انت حاطه انا مش منهم انا بحب الشطه مزوده بس مش قوي يعني مش الشطه اللي هو يعني ليه نقعد والسنه احمر وندمع هنعرف دلوقتي انت نظامك ايه هنعرف لسه في مغرب ولسه في اذان يا جماعه هو حظه انا مش هيبقى قدام الكاميرا انت فاضل ازاي يعني استاذ فادي استاذ فادي بيكلمني مخرج البرنامج يا جماعه مش هخليك تاكل برضه بعد المغرب فادي اول ما دخل قال لها خلاص انا واخد الطبق المره دي نزلنا بقى المكرونه احنا ممكن نشيل دي كده النار محتاجه تبقى اعلى شويه نعليها بس هي ايه هتاخد وقت قد ايه تقريبا خلاص هي كده خلصت لا علشان تتقل لا هي بتتقل على طول يعني النار عاليه بتتقل على طول طب يا مي سؤال كده بحب اساله دايما لاي شيف معانا يعني دايما الشيف الراجل ولا الشيف الست اللي بيطبخوا احلى واكتر وانا عارف انت ممكن تقولي ايه بس عايزك تبقي حياديه انا مش هتكلم بقى هي اللي هترد الحقيقه قولي يا مي قبل ما تتكلمي احنا عندنا اشهر الشيفات بتاعتنا رجاله فيعني قبل ما تتكلمي يعني فردي عليا بقى هي البلد اللي احنا فيها بس المشكله في البلد اللي هي المشكله في مصر لا بالعكس على فكره احنا انا بحس ان يعني الراجل لما بيجي يتقن شغله بيتقنه قوي يعني والست المطبخ الست دلوقتي تعمل كل حاجه انتوا حتى المطبخ ما سبتوهولناش يا حسن يعني سيبوا لنا حاجه يعني مش كده موضوع يعني ما اساعدك ازاي ده اكبر دليل انت عايزني اساعدك مطبخ وانا مش بعرف اطبخ اهو احنا سايباك اهو بتعمل ايه انا ما عملتش حاجه بتتنك عليا وتقولي بتاكل الفلفل دي ولا لا يلا بينا يا مي موضوع نفس يا جماعه اللي عنده نفس لو حمر بطاطس محمره بس كده في الزيت يطلع حلو هيبقى غير اللي ما عندوش تسمع بعرف اعمل بطاطس بعرف اعمل بيض وبسطرمه بعرف اعمل فول كويس لا قوي لا تسمع يا حسن ان في يقول لك ايه انت مش طبخه الاكل ده بحب ايوه طب والله العظيم بسمعها
يعني انت ليه مش طبخه الاصل لما بتطبخي بحب؟ ما اعرفش ازاي انا اطبخ وماسكه ورده تطبخي بحب الاكل بيطلع شيء تاني خالص. طب بقول لك يا ياسمين، وانت بتعملي بتعملي ملوخيه؟ اه. بتشهقي بقى الشقه بتاعتك؟ ما اقولكش اسال الجيران كلهم بقى. اسال الجيران طبعا لازم. هو ليه بقى لازم؟ يعني ايه الشقه دي، ايه علاقتها بالموضوع؟ هي اكيد يعني انا مش عارفه، بس اكيد انا جدتي كانت بتعملها ومامتي كانت بتعملها، فاكيد ده متعارف عليه. هو تراث يعني. اه يعني لا، والملوخيه كمان بالجمبري وبالسي فود حاجه برضو خيال. احنا هنا قدام الجمبري فعمالين نحلم بكل اكلات الجمبري. مش ملاحظ؟ سرحت. احنا كده وصلنا ايه، مكرونه بال بس بالحاجات بتاعتنا. عايزين نخش بقى في السي فود جريل. الكرفس او انت عايزه ايه قولي لي؟ اه انت نسيت احط فعلا الكرات. شفتي بقى؟ شفتي بقى الصوره يا ياسمين دي بقى بتدي ريحه دلوقتي، انتوا هتشموها فظيعه. الكرات ده بيعمل ريحه تانية مختلفه خالص، فظيعه هتشموها. طيب ممكن نقول سريعا يا ياسمين المكونات بسرعه برده بتاعه الباستا سي فود؟ المكونات دي شويه. حاضر. مكرونه مسلوقه، نص كيلو فواكه بحر، بصله كبيره، 5 فصوص ثوم مفرومه، فلفل احمر واصفر واخضر متقطع، معلقه كبيره، قلت معلقه اهو، دقيق، كوبايه لبن كبيره، كوبايه ونص كريمه، ايه تاني؟ وطبعا البهارات كمون وكزبره ومرق الدجاج وكرفس وكرات. برافو عليا. بس كده. برافو عليا. انت شاطره في المدرسه، انت بتحفظي. طيب ايه الاكله اللي معانا الثانيه؟ الاكله الثانيه قلنا سي فود جريل. عايزه انا احطها لك؟ اوكي اهو خلاص، خلصنا دي اساسا. انت خلصتي يا شطوره. ممكن بس نحط السي فود؟ انت بقى تسلي كده وقعدي حطي السي فود كده من فوق عشان نحط التشيز. طب انا بقى يعني انا عايزه ازوق اعمل اي تعالى معايا حسن. أيوة. والله مديك فرصتك، يلا تعالى نعملها. انت بتديني حله كلها؟ اه خد بقى الحله دي كده. اقعد بقى ايه، طلع الحاجات كده عشان نحط التشيز. روحي يا ياسمين. يلا عيش اهو يا حسن. واهو المفروض اعمل ايه بقى؟ يعني يعني طلع السي فود كده بال، ما تغششوش بقى، ما تغششوش بيه. اه طلع طلع السي فود. حطها فوق المكرونه صح؟ طب ما فيها مكرونه جوه برضه. احنا عايزين بس نبتدي فرد حلو كده. يلا عشان احنا عايزين نشوف ايه الاكله الثانيه اللي معانا. خلي هنا. بص دي بقى مش هنعمل اي حاجه. لا. اي حاجه فيها غير بس احنا هنحط شويه زيت. طب يلا ونروح منزلين. استعدوا بقى للكحه والكلام ده. ايه اللي هيحصل؟ كحه ايه؟ ليه قولي لي؟ ما انا طلع حامي والله. انا حطيت قرن واحد وباقي حطيت رومي. لا احنا هنشمه بس، فمش هنكح قوي ان شاء الله. كتير كتير بقى كده يا حبيبي. كتير كتير يلا. ايه تاني بقى؟ انت كده زيت كده زيت بس بسرعه جدا. التتبيله فلفل. يا رب صبرنا يا رب. فلفل ثوم ملح كمون ليمون بس كده. لازم تسخن بس. المشكله انا عايزك تشوفي يا ياسمين الرصه اللي انا برصها. يعني المشكله ان النار. ياسمين. نعم ياسمين. ايوه يا حسن. حقيني يا ياسمين. ايه تعالى انا جايه. الحلاوه اللي انا فيها. طب ما انت شاطر يا حسن اهو. اه والله اهو. اه والله شاطر. بس بقى بص احنا عايزين ننضفها كده عشان لما نيجي نقدمها للناس. يا حسن ما يصحش يا حسن. معلش الناس بقى. يقولوا علينا ايه يعني؟ لا ما تطلعوش. بتعلم واحده واحده اهو. شاطر والله. ايه يا جماعه احنا بس خلاص بقى كفايه كده. كفايه ننضف. دول بقى انا هاخدهم انا في الاوضه عندي هناك. ايوه اتسلى فيهم. يلا عشان الوقت نحط الحاجات في الزيت بقى. بصي مش كده. اول حاجه يا جماعه الباستا، الباستا سي فود بقت تحفه وجاهزه اهي. خلينا نحط الحلة دي. الموتزاريلا انت بتحطيها ايه في الاخر؟ انت محتاجة الحلة دي تاني يا مي في حاجة؟ لا خلاص. ولا رجعها؟ لا لا خلاص رجعها. طيب انا هخبي بس نحط الموتزاريلا بس عشان ندخلها. حالا حالا هي دي اهم لقطة بقى. انت بعد ده بتقومي حطها في الفرن. دي اعلى حاجة. بس المشكلة ان هو لازم يبقى سخن. بص مش الزيت لازم يبقى سخن صح؟ لازم النار بيقدح صح الكلمة دي؟ لا مش درجة يقدح في دي. مش درجة يقدح. عايزينه يبقى سخنة بس. سخنة بس ماشي. ليه معذبة الجمبري؟ ما عشان على اختصارا بقى على طول. مسنوقين. لا ده شكلهم حلو قوي. لا المهم ان هم بهدلوا الدنيا لو ارتحت من وانا مش واخدة بالي. احنا عايزين نشوف. امسحها بس انا بس لو النور تعالى. لا عليت يلا انا معاكي. يلا احنا ستات بنتكلم. طيب احنا ممكن نحط كله في الزيت عادي وطبعا لا احنا عشان الوقت هنطلع الشكل العادي. ده بعد كده ما كده. ده اول حاجه معانا يا جماعه الباستا سي فود بالجبنه موتزاريلا والجمبري اللي انا عماله اشم فيه بتعذب. انا مش قادره اتكلم يا حسن. الريحه جميله. انا اهو بسرعه ماي كده. قولنا انت دي ده السي فود جريل. بنحط الجمبري والسبيط وعليه كده. البهارات والفلفل. اه بص الاول بنسخن الجل ونروح حاطين بقى في الخلاط بتاعنا. تمام. الفلفل الحامي. تمام. لازم يبقى فيها فلفل حامي صراحه. تمام. وفلفل رومي وثوم وملح وكمون وليمون بس كده. وبيطلع وبيتقدم.
ونروح مسخنين الجريل. طيب الشكل، الشكل بتاعه ايه؟ المفروض ما نحطوش كله كده مره واحده بس عشان وقت الحلقه. معلش احنا الشكل الاخراني بتاعه ايه؟